طبعا القناعة لدي تامة أن الوزير فند الاستجواب، جميع بنود الاستجواب رد عليه، هذه قناعة بالنسبة لي. وتقييمي للروضان خلال السنتين أنه من أفضل الوزراء العاملين في وزارته، هذه شهادة أنا أسأل عنها يوم القيامة، أن الرجل يعمل، ما في أحد يسلم من الأخطاء، الأخطاء موجودة، لكن الرجل فند جميع البنود اللي وردت في الاستجواب. وأنا عاصرت عدد من وزراء التجارة، أشوف أن الروضان أكثر واحد أنجز في وزارته. هذا أمر ممكن الشارع الكويتي يلمسه، لكن الغريب اليوم في الاستجواب أنه من أغرب الاستجوابات اللي مرت، لأن روايتين من اثنين من النواب يذكروا لي أن أحد الوزراء يفتر ويحرض على هذا الوزير، وهذه يعني حادثة ربما شعرنا فيها في استجوابات قديمة، أن الحكومة تستجوب حكومة، لكن أنا أعتقد أن الحكومة اليوم لها طرف في هذا الاستجواب.